Bonjour, bienvenue sur Allo School. معكم الأستاذ بوزيد رشيد. مصدر الرياضيات القسم السادس. دابا عندنا الحصة الثانية عشرة. شنو غادي نشوفو فيها؟ القسمة الأقليدية. القسمة ملي كنسمعوها كتجينا دايما بالنا فيها القسامة، اقتسامة، صافي؟ ملي كنسمعو لا ديفيزيون ديفيني اون سيتياسيون دو بارتاج، صافي؟ كتقسم شي حاجة، صافي؟ وعلاش تسمات الأقليدية؟ واحد السيد اسمه أقليد سيزار ولا عاش ما قبل الميلاد واحد 300 عام، هو اللي عمل هاد العملية الأولى. ندوزو نشوف واحد المثال باش نزيدو نفهمو مزيان. ناخدو واحد ليكزومبل مثلا اون ديسبوز، كنا ماشي ندويرا جبرنا شي وليدات في الغابة مزيونين، قلنا ديهم ماما ولا بابا مثلا، جبرنا 14 فلور، صافي مزيان. بغينا نعطيو شي وحدين لاختي كبيرة، وحده لماما مثلا، وحده لخالي، وحده لخالتي، صافي. شنو السيتياسيون اللي حنا فيها دابا؟ هي لو بارطاج. اون فا بارطاجي هاد لي فلور، ندير بوكي باغ اكزومبل ديال 3 فلور، صافي مزيان. اذا هادي غادي قلنا نعطيوها لماما، صافي. اذا هاهي فيها 3 فلور. بوكي الثاني غنوضو نعدلوه، عطيتو لخالي. بوكي الثالث عطيتو لخالتي. بوكي الرابع عطيتو لعزيزة، صافي. شنو يبقى ملي عدت أربعة لي بوكي، كل بوكي فيه 3 فلور؟ شنو يبقى؟ شاطولي جوج لي فلور، صافي. نرجعو لا كونتيتي لي كتعنا توتال دي فلور لي هي 14 فلور. إذا بغينا نعطيو تعريف هاد 14 فلور، شنو هي؟ هي كمية ولا عدد سنقوم بقسمته، يعني سي اون كونتيتي ا بارتاجي، صافي مزيان. اون ا ديجا بارتاجي هاد لا كونتيتي توتال دي بوكي كي كونتيان 3 فلور بار بوكي، صافي. اذا على من غادي نحصلو بلي نقولو هذا لا كونتيتي ا بارطاجي اللي كنسميوها، نكتبو باللون الاسود، دي في دوند المقسوم. شنو كنحصلو على لو نومبر دو بار؟ شنو كل واحد شنو جالو في لابار ديالو؟ خالتي جاوها بوكي 3 فلور، خالي عزيزه ماما، صافي. اذا شنو العلامه كنحصلوا على هذا اللي كنحصلوا عليه اللي هو كيخرج لنا اللي كنسميوه الخارج اللي هو لو كوسيون. شنو كيخرج لنا هنايا؟ هو لو نومبر دو بوكي، لو نومبر دو بار، صافي. اذا انا نعرفوها سي لو نومبر. إذا قلنا هذا لو ديفيدون سي لا كونتيتي ا بارطاجي بلون أزرق، هنايا نعملو لو نومبر دو بار، مزيان. إذا جبرنا لو نومبر دو بار هنايا كومبيان؟ سي 4، نعملوها باللون أخضر باش تجي معاكسا، ها هي 4. موراها بقى لنا بقية اللي كنسميوها الباقي، نعملو اللون أسود أخضر، نعملو اللون أحمر، اللي هو الباقي اللي هو لو ريست. شنو هو لو ريست؟ سي لا كونتيتي دي بار ريستون اللي بقاو لنا، اللي معندناش مقدورش، أون با لو لا بوسيبيليتي دو كونفيكسيوني أن بوكي باسكو إل نو ريست سولمون دو فلور. إذا جينا من هنا من هذا القلت هذا وشفنا لا سيتياسيون كاملة من هنا، هاي ها هي، صافي. إذا شفنا هاد لا سيتياسيون من هاد لو كوتي هذا، شنو كنشوفو؟ كنشوفو ديفيدوند اللي هو لا كونتيتي ا بارطاجي اللي كتبناها بايش باللون الأسود، ها هي. وبويسكو اسمو ديفيدوند
وهنا يكون اسمه ديفيزور انا دو دي هنايا نستعملوا دي ماجوسكول هاي ديفيدون صافي شنو كتساوي اخضر كتساوي لو نومبر دو فلور بار بوكي اللي هي 3 فوا لو نومبر دي بوكي اللي شنو سميناه هذا سي لو ديفيزور سميناه ديفيزور انو لون ازرق هاو ديفيزور بيان سور باش نوطيوه بالدي مينوسكيل اذا لو ديفيزور هاو ديفيزور هو لو نومبر دي فلور لي 3 فوا الخارج اللي خرجنا اللي هو 4 لا كولور فير اللي هي فوا فوا لو كوسيون حيتاش كيبدا كو ها هو وشنو شاطلنا شاطلنا شي حاجه لا كولور روج شاطلنا الباقي دو فلور اللي هي بلوس لي دو فلور ديالنا اللي هي لو ريست اون فا لو نوتي بار ار صافي اذا في هاد السيتياسيون شنو جبرنا لان الديفيدون سي لا كونتيتي ا بارتاجي لو ديفيزور هو لو نومبر دو لو ديفيزور هو لو نومبر لي بارتاجيو عليه صافي اللي هما 3 فلور بار بوكي لو كوسيون هو لو نومبر دو بوكي و لو ريست هو داكشي لي شاطنا كون بو با لو ديفيزي صافي غالبا مع ار كيجي انفيريور اصغر من ديفيزور علاش كون بقى لنا لو ريسك كثر من 3 نقدر نعدو بوكي اخر يعني دائما خصو يكون قل من 3 اللي نسميو ليه ريسك هاي سوا كان يشيطنا ورده وحده ولا زيرو تا ورده ولا ورده ولا جوج واش يمكن يشيطو لنا 3 ما يمكنش علاش ديك 3 كنا نقدرو نعدلو بهم ان بوكي صافي اذا شنو نعاودو لو ديفيدوند هو المقسوم انا نكتبو هنا المقسوم كي يساوي لو ديفيزور المقسوم عليه فوا لو كوسيون خارج لو نومبر ديال الحصص اللي هو لو كوسيون الخارج اللي هو لو ريزولتا دون اوبيراسيون دو ديفيزيون بلس لو ريست الباقي ديفيدوند ات ايغال ديفيزور ملتيبلي بار لو كوسيون بلس لو ريست نشوفو الكود نتمنى تكون فهمتو pour effectuer la division euclidienne d'un entier naturel d اللي هو لو ديفيدون بار ان entier naturel non nul ردو البال non nul ديما الديفيزور دوات اتر ان نومبر بوزيتيف ديفيرون دو زيرو صافي non nul هي ديفيرون دو زيرو cela signifie que d dividend est égal à diviseur fois le quotient plus le reste on va appeler le dividende le diviseur le quotient et le reste دابا ملي غادي نتحطو في وضعيه دابا كتعنا هي 14 فلور انا نعمل واحد ليكزومبل مثلا عندنا 8226 فلور صافي انا نشوفو هاد السيتوياسيون شنو نقدروا نعملو فيها عندنا 8226 فلور On veut confectionner ou là on veut faire des bouquets de 12 fleurs. Et d'ailleurs, il y a la quantité à partager. Il y a 8226. Le dividende. Alors, je vais dire que ce mot, elle a le bouquet. Combien qui y a dans le bouquet 3 fleurs, 12 fleurs اللي هو المقسوم على اللي غادي نقسمو نبقاو نهزو من لا كونتيتي اللي عندنا 12 فلور هابوكي 12 فلور هابوكي يعني بارطاجينا ديك 8226 مزيان اذا هو لو ديفيزور اللي غادي يخرج لنا شنو هو لو نومبر دو بوكي اللي هو الخارج ولا قدنا شي حاجه بقات الباقي il nous reste quelques fleurs c'est le reste دابا كيفاش نخدمو لهاد العدد الكبير اقترح لكم واحد الطريقه نفككوا هذا العدد لا ديكومبوزيسيون وي مي 220 بلس 6 هيا 8226 صافي حنا اونفو لو بارطاجي بار 12 كنجيبو لا طاب ميسيبليكاسيون دو 12 دو 1 حتى 9 12 فوا 1 سي 12 12 فوا 2 24 12 x 3, 36 et ainsi de suite. Mouraha, l'analyse est très simple. Il y a 9 fois et 12. Il y a 9 fois 10. C'est 120. 24, 240 et ainsi de suite. Mouraha, il y a 9.
ألاس؟ عندنا القسمة فيها الآلاف، هي 8000. شنو كيتسموا هادو لي ميتيبل دو 12؟ صافي مزيان. هاد 8000 هادي فين محصورة؟ راه بدا واش 1200 2400؟ لا. واش 2400 3600؟ شنو كنلاحظوا هنايا؟ جات هنايا بين 7200 و 8400. هنا فين مضروبة 12؟ في 600. إذا 8000 نقسمناها على 12 شنو كتعطينا؟ 600. 600 دوز شحال كتساوي؟ 7200. علاش ما خدينا، علاش خدينا الصغير ما خديناش الكبير؟ هنا دائما خصنا نشوفوا اللي اصغر، ما يمكنش نقسموا حنا كنت كلمة ما عندناش، حنا عندنا يلاه 8000 دابا، خصنا نقسموا 8000 يعني دائما قل منا، دائما نبداو نحسبوا ان كاين واحد لوغيس. مزيان 600 في 12 هي 7200، بشحال غادي يشيتنا هنايا؟ 7200 غاتشيتنا 800. هاد 800 مئات، حنا كنا في الالاف، اذا ماشي البلاصة ديالها فين غادي تمشي؟ هادشي عاد المئات. هاي 300، لا 800 بيوتو، عطاتنا 1000. دابا هاد 1000 عاوتاني غادي نجيو نشوفوها فين كاينه. احنا زلنا دابا سالينا مع الالف، ندوزو من 100، ندوزو من فوا 10 حتى ل 90. هاد الالف فين جات؟ واش بين 627؟ لا. بين 628؟ لا. بين 960 و 1080. يعني هنا 12 فين مضروبة؟ في 80. صافي؟ إذا هاي موجودة هنا، إذا نمشيو 80. إذا هنا قسمنا هاد ألف على 12 شنو عطينا؟ عطينا 80، و 80 في 12 بيان سور هي 960، بشحال بقى لنا الألف؟ 40، شاطتنا 40. إذا 12 هي 80، وشحال شاطتنا؟ 40. علاش 80 في 12 هي 960، بشحال بقى لنا 1000؟ 40. هاد 40 عشرات، ايوا ماشي البلاصه ديالها هادي، غتمشي عند العشرات ديالها. 20 زائد 40 بشحال؟ هي 60. 60 عاوتاني سالينا من العشرات، ندوزو للوحدات. 60 فين محصوره؟ 12 فين خصنا نضربوها؟ في ها هي 60 كاينه، هي 12 في 5، يعني الا قسمنا على 12 عطينا 5. هاهما هادو نسطرو عليهم باش نعقلو عليهم. عطينا 5 وبشحال عشيتنا؟ عطينا 0. إذا من هنا كندوزو لاين ديريكتومون من 6، علاش عطناني واحد نازلو من 6؟ ما نزيدوهشي دابا. 6 بشحال فيها من 8؟ فيها 0. علاش نجيو من هنا نجرو بشحال فيها من 12 في 5؟ 5 هي 60. بشحال فيها عندنا شي مضاعف 12؟ أول مضاعف 12 12 أكبر من 6، إذا لا يمكن. إذا هنا شنو كيبقى لنا؟ كيبقى لنا 6. هنايا على ماذا حصلنا؟ على 600، ها هي نعملو لها معين باش نفرقو بيناتهم. إذا الخارج اللي حصلنا ملي قسمنا الآلاف بوحدهم و المئات بوحدهم و العشرات بوحدهم، علاش حصلنا؟ على 600 زائد 80 زائد 5 زائد 6 اللي كتساوي بشحال؟ 980 زائد 11 691. شنو كيتسمى هذا؟ سي لو كوسيون، هو لو نومبر دو بوكي دو فلوغ. ايوا شنو بقى لنا؟ بقى لنا 6. صافي؟ لا ماشي 691، زول هاد 6 باقي. إذا هي 685 اللي هو الخارج زائد 6 اللي مقدرش نزيدو نقسموها اللي هو لو غيست. إذا أنا كنكتبو دابا المعادلة ديالنا، عندنا ديفيدوند، ديفيدوند كتساوي ديفيزور فوا لو كوسيون بلوس إر. أنا نعاودو، ديفيدوند شنو هي؟ هي 8226 يساوي لو ديفيزور سي 12 فوا لو كوسيون اللي حصلنا عليه اللي هو 685 بلوس 6. للتحقق كتجي واحد ليطاب لاخر، يا تحقق تقدرو تستعملو الحسابة، هاهي 12 في 685 تساوي 8220 زائد
ستة بشحال عطاتنا؟ عطاتنا الديفيدون ديالنا اللي هي 8226. دابا انا بغيت نديطيي لكم لوبيراسيون دو ديفيزيون. دابا غادي نشوفوا الطريقة اللي غادي نبقاو معاكم كيفاش نعملوا الطريقة دائما. انا الطريقة اسهل. 3226 قسمت كامل واحد العمود، دائما كخلي واحد شويه الفراغ هنا من بعد تعرفوا علاش، خاصني نجيبوها لاصقه مع هذا العمود. هنايا كيجي لو ديفيدوند، هنايا ديفيزور، هنايا لو كوسيون، هنايا الا بقاتنا شي حاجه سي لو ريست. اذا لو ديفيزور سي 12 فلور بار بوكي. اذا كيفاش نعملوا هذه العمليه؟ كنبداو كنقولوا 12 ايت ان نومبر في دو شيفر. اذا كناخذوا هنايا دو شيفر، جبرنا الان 82 اكبر من 12. الا جبرنا هنايا دو شيفر اصغر مثلا كانت عندنا 11 غنقولوا لا يمكن. هذا السؤال اللي كنطرحوا شنو هو؟ 11 شحال فيها من 12؟ فيها صفر. اذا كنجيو كنعملوا ثلاثه الارقام فهاد الحاله نوي رقمين. 82 شحال فيها من 12؟ قلنا 12 في 5 60، 12 في 6 72، 12 في 7 84. اذا غنجيو نعملوا 6. 6 في 12 كم تساوي؟ 6 72 شحال عطاتنا؟ 10. هذا هو اللي شاطنا قبيله اللي ديناه مع المئات. اذا شنو غنعملوا دابا؟ اون في دي سونتر هادي. اذا عملنا العمليه حد هنا، اون في دي سونتر هاد الجوج. دائما السهم نحاولوا نعملوه بمسطره، يكون مسطره، يكون عمودي. عاوتاني السؤال، 102 شحال فيها من 12؟ 12 في 10 120، 12 في 9 108 اكبر من 102، و 12 في 8 96. اذا هنايا نعملوا 8. 8 في 12 العلاقه بين الكوسيون والديفيزور في العلاقه اللي عملنا شنو هي؟ هي الضرب. دائما خلي واحد علامه الضرب صغيره كتبوه. 8 في 12 هي 96. كنجيو كنعملوا عمليه الطرح. 2 ناقص 6 لا يمكن، كنسلفوا بالدياغونال. 6 10 ناقص 10 0. اذا دابا غادي نهبط 6 او تنقولوا 66 شحال فيها من 12؟ شنو كنعرفوا؟ 12 1 12، 12 2 24، 12 3 36، 12 4 48، 12 5 60، 12 6 72. اذا حدنا 60. اذا هي 12 في 5. 5 في 12 60، كامل عمليه الطرح. شنو كيبقى لنا هنايا؟ 6. اذا باش نكتبوا المعادله ديالنا شنو هو؟ ديفيدون كيساوي ديفيزور فوا لو كوسيون بلس لو ريست. اون ديجا فيريفي لو ريزولتا سي فري. نعاودو نرجعو نقولو 8226 هي الكميه ابارتاجي، 12 هو لو نومبر دو بار، 685 هو لا كونتيتي بار بار صافي، و لو ريست هو 6. ندوزو دابا من القسمه الاقليديه، ها هي اقليديا، لين ندوزو القسمه العشريه. القسمه العشريه هي لا ديفيزيون دي سيمال. علاش؟ واحد لا كونديسيون نيسيسير اوبليغاسيون هي لا ديفيزيون اقليديان. كل من ديفيدون مقسوم والمقسوم عليه صافي، والخارج والباقي دواف اتخ دي نومبر اونتي ناتوريل، يجب ان تكون اعدادا صحيحه طبيعيه. الا جبرنا بان كاين عدد عشري ما تبقاش يدير قسمه اقليديه، كتولي قسمه عشريه. ناخذ هذا المثال 1123.7 قسمه مثلا 8. انا نضع الاليه ديالنا 123.7 قسمة 8، كنا ديما كنخليو منين شوية اتصال كنعاودو هيدا صافي. كنجي كنقولو هذا فيه رقم واحد، واحد شحال فيه من 8؟ 8 في 1 8 أكبر من 1، إذا سالينا. إذا كندوزو هنايا من رقمين 12 شحال فيها 8؟ 8 في 1 8، 8 في 2 16، حنا فوتنا. إذا كنرجعو لواحد، 1 في 8 8. قلنا كنعملو عملية الطرح هنايا. العلاقة بين الديفيزور والكوسيون شنو هي؟ علاقة ضرب صافي. مزيان كيشيتنا 4. شنو كنعملو دابا؟ كنهبطو 3 اون في دي سونتر 3. لا ميم كيسيون، 43 شحال فيها من 8؟ شحال فيها لي بوكي ديال الورد اللي مكونين من 8 ديال الوردات؟ شحال فيها من 8؟ اذا 8 في 4 32، 8 في 5 40، 8 في 6 48. اذا هنا كنرجعو من 5.
5 في 8 40 كان على 16 كيبقى لنا 3 دابا عندنا لا فيغول يعني ندوزو من لا بارتي اونتيير لا بارتي ديسيمال اذا شنو سنعملو هاد لا فيغول ضروري نعملوها في لو كوسيون عاد نقدروا ندوزو بيان سور باينه واضحه حنا كنا في الجزء الصحيح كيف لك ان تمر لجزء اساري ما عندكش الحق ثانيه تمر اذا كان لا فيغول عاد كنقدروا نهبطو سبعه دابا كنصاقصي سبعه وثلاثه شحال فيها ثمانيه اربعه اربعه ثمانيه اثنين ثلاثه شحال شاطنا شاطتنا خمسه صافي نقدروا حنايا مثلا كنخدموا بالدرهم والسنتيم حنا محتاجين نشريو مليون يونيتي لواحد الحاجه ديك درهم فاصلة 12 فرانك ديك 2 فرانك الا ضربناها في مليون يونيتي كتعطينا 2 ملايين يعني خصنا ضروري نارونديو هاد لو ريزولتا 0.01 اللي هو جزء من المئة اذا نقدروا نزيدو هنايا صفر ونطرحو نفس السؤال خمسه شحال فيها من 8 فيها 6 كيشدنا 2 اذا حنا عملنا العمليه برقمين متفاصله هذه الحاله الاولى هذه هي الاسهل نشوف دابا الحاله شنو هي هي 72.12 قسمة ولا عملوا نفس العدد بس جينا سهلة 123.7 قسمة 0.8 هنا مستحيل نقوم بهذه العملية أول حاجة ماذا نلاحظ هو أن المقسوم عليه عدد عشري سمعوا مزيان هذه شرط اساسي المقسوم عليه لو ديفيزور doit être un nombre entier naturel sinon ma qadrouchi on ne peut pas effectuer cette opération on ne peut pas la réaliser le المقسوم عليه يجب ان يكون عددا صحيحا طبيعيا فتشوا معايا الحل عندنا 0.8 يلا وصل 10 اذا ضربنا هذا في 10 شنو غادي يوقع غتولي هذه 8 ياك 0.8 فوا 10 سي 8 0.08 على الرقم المنفصل خصنا نضربوها في 100 اذا كان على 0.08 نضربوها في 100 شنو عطينا مثلا 8 0.008 شحال عدد الارقام الفاصله 3 اذا خصنا نضربو في 1000 عاد عطينا 8 حنا ردينا عدد صحيح طبيعي ولكن هاد فوا 10 نعملوها في لو ديفيزور خصنا نعملوها حتى في ديفيدوند ملي كنضربو المقسوم عليه في 10 يجب ان نضرب المقسوم كذلك في 10 لماذا انا اقول لكم لماذا نعملو العمليه بسيطه 7 قسمة 6 قسمة 2 شحال كتساوي 3 و 60 قسمة 20 شحال كتساوي 3 و 600 قسمة 200 شحال كتساوي 3 لوكوسيون ما تبدلش إذا ضربنا كل من المقسوم كل من المقسوم والمقسوم عليه بنفس العدد 10 أي عدد كيعطينا كوسيون تساوي خارج يساوي إذا أنا ملي كنضربو المقسوم عليه في 10 حيتاش عندنا رقم واحد والفاصلة شنو كتولي العملية 123 فاصلة العدد يكبر باليسار غادي يكبر إذا الفاصلة كتشعل عليها من واحد مرة كتولي العملية هي هذه هذه بإمكاننا نعملوها لماذا؟ لأن المقسوم عليه عدد صحيح طبيعي قلنا هذه شرط أساسي يجب يجب لا يمكن القيام بالعملية يجب أن يكون عددا صحيحا طبيعيا إذا كان المقسوم عليه مثلا هو 0.17 عندنا هنا رقمين منفصلين إذا مش نضربو في 10 100 1000 10000 نضربو في 100 شنو كتولي 71 شنو هو خصنا نمشيو نكملو الخدمة إذا ضربنا المقسوم عليه في عدد يجب ان نضرب المقسومه كذلك في نفس العدد اذا الان نضرب العمليه ديالنا 12 فيها 8 فيها 1 شطت 4 هبط 3 3 ربي شحال فيها من 8 فيها 5 شطت 3 هبط 7 37 شحال فيها من 8 فيها 4 شطت 5 نزيدو الصفر دابا شوف سالينا وصلنا للوحدات حنا خصنا نتعاملوا بالسنتيم ماشي بالدرهم خصنا نزيدو نهربو من لا بارتي اونتيير شنو كنجيو كنعملو لا سو شنو هي كنزيدو فاصله هنايا وكنزيدو صفر هنايا 5 اصغر من 8 اذا ضربنا في 10 من هنا فاصله كتولي 50 اللي فيها 6 6 تمانية 48 شطتنا 2 زدنا صفر الا بغيتي واش شحال فيها 8 فيها 2 ها حنا اروندينا لو كوسيون تا لي سنتيم
كنظن اننا جئنا الى نهايه الحصه. كنتمنى تكونوا استفدتوا وفهمتوا. بقى ديك النقطه ديال ضرب الاعداد، القسمه على 10 وعلى 100 وعلى 1000، شي عدد نقسموه على هادو، شنو معنى ديالها؟ شنو معنى ديالها نقسموه على 10؟ هي واحد على 10. وشنو نقسموه على 100؟ هي نقسموه على 100. ها هو ديفيدون قسمه 10 ديفيدون قسمه 1000. ايوا هادي ديجا شفناها في ضرب الاعداد الصحيحه الطبيعيه والعشريه. اللي يكون عندنا قسمه 10 العدد كبير ولا كيصغر؟ كيصغر بيان سور. الا كان هو 100 23 اللي عملنا قبيله فاصله 7، الا قسمنا على 10 شنو غيبقى هاد الفاصله؟ يلفو سو ديبلاسي اون فوا ا غوش. هادي للتذكير صافي. ايوا جينا الى نهايه اون ارغيف على فان لا سيونس. كنتمنى تكونوا استمتعتوا وفهمتوا. الله يبارك لكم. السلام عليكم.